على الأيام. يسرى اهلا وسهلا فيك بمهرجان دبي السينمائي وبالعربيه تحديدا. برايك الى اي مدى مهرجان دبي السينمائي يسعى الى الارتقاء بالسينما العربيه الى العالميه؟ بس انا حضرته من اول ما اتولد، يعني من 14 سنه او يمكن من 15 سنه، لان كان في سوفت اوبننج في حكايه المهرجان، عارف يعني في حاجه بسيطه كده هو بيلموا الناس عشان يعملوا المهرجان. انك انت ما كانش عندك ولا فيلم إماراتي، النهاردة بقى عندك 15 فيلم إماراتي في الدورة دي بس. يا حبيبتي مبروك مبروك مبروك، أنا فرحانة خالص. So so happy. You look so handsome. جنان نورتينا. ميرسي. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. عصفورة يا ربي عصفورة. طب مين برأيك أنت ممثلتك المفضلة بهوليوود؟ يعني بتحبي تشوفي لها أفلام أو لا؟ يعني بس يعني مثلا جوليا روبرتس، ميريل ستريب، كيت بلانشيت، عندك ستات مهمة كتير جدا جدا جدا، وبيعملوا أفلام لستات كتير، لكن ما بيركزوش بس على الراجل. أنت هنا في مصر أو في المنطقة العربية ما بتركزش على الست، انت بتركز على الرجل اكتر من الست، مع ان في مواضيع للنساء كتيره جدا يتكلموا فيها وفي مشاكل كتيره جدا. شوف الحقره جايه لي من الحاره، لا سليتي ترى شكلها الشكاره. مونجو ايه في حوش حوش. مفروض علينا السوشيال ميديا النهارده مش باختيارك، هي خلاص اصبحت الويبن الاساسي اللي معاك وضدك. اوكي، انت كمان ممكن تخلق نجوم ثرو سوشيال ميديا مش موجودين على الساحه، لكن انت اللي خلقتهم وخلقت من خيالك او من الالوشن بتاعك او من كم البلوجرز اللي موجودين او كم الناس اللي بيعملوا لك زي تويت او ريتويت او يعملوا لك بتخلقهم. فانت بالنسبه لك بتخلق بطل من لا شيء. احنا بقى عملنا تاريخنا من غير الحاجات دي، من غير المساعده دي، يعني فاهم قصدي؟ فتاريخنا كان اصعب. النهارده لو واحد قعد ولم 3 4 مليون حواليه هيبقى نجم. انا بجد مش نشيطه خالص ولا على تويتر، ما بتتابع الاخبار مثلا؟ قليل قليل قليل، لان بصراحه بصراحه كم يعني اذا انت مثلا سي قلت رايك بطريقه ممكن يتفهم بطريقه غلط، تبص تلاقي الناس بيترجموه على مزاجهم. يعني في حته انا ما بحبهاش في السوشيال ميديا، اختراق الخصوصيه. صح. واختراق ان او لوي الموضوع. صح. ده ما بحبوش. الحراره في الخط المقسم أوكل إليك مهمة أن تكوني أنت رئيس جمهورية أمريكا، ما هو أول شيء تتمنى أنه يحصل بالعالم العربي؟ أمريكا بحالها. يعني أول حاجة هقولها، يعني هقول يا جماعة ارحمونا من أن أنتوا فاهمين أن أنتوا أولياء أمورنا طول الوقت، هم المنظر علينا، يعني بينظروا علينا طول الوقت صراحة يعني. وبعدين الإرهاب اللي صنعوه بيعملهم هم دلوقتي باك فاير عليهم ضدهم. ما انت لما بتصنع مونستر بيجي لك وقت ما بتعرفش توقف، مش هتعرف تعمل عليه كنترول. قضايا كتير قوي، قضايا الفقر وقضايا المرض وقضايا اللاجئين وقضايا يعني بص يعني في كم قضايا غير عادي احنا ما بنحلهوش، لسه ما وصلنالهوش لحل، لان كل مدى الحياه. انا من حوالي 10 15 سنه قلت احنا في على وشك بدايه حرب عالميه ثالثه، انا شايفاها قدامي بتحصل النهارده. صح. مانيش سعيده باللي احنا وصلناله خالص، ان احنا طول الوقت كفنانين مهمومين بده، لكن ازاي تقدمه وبأني طريقه؟ دايما الحاجه المباشره ما بتوصلش. الشيء المباشر، لكن دايما لما بتعمله بطريق غير مباشر، بطريقة بتمسك بيها مشاعر البشر اللي قدامك أو بتلمس بيها المشاعر دي،
لا هنا اللي بتختلف الطريقة. إنما ممكن أنا أتكلم في موضوع أنت تتكلم في نفس الموضوع، أنا أوصل لأني مسكته من حتة تانية، أنت ما توصلش لأنك كنت مباشر جدا فيه. إيه أنا عن نفسي أنا عمري ما ببص لحد، أنا عمري ما بعمل حساب أنت داخلة منافسة مع أكس واي زي، لأن أنا داخلة معايا منافسة مش مع حد. مش داخلة منافسة مع حد. لا 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 لا، أنا لو بصيت لغيري هتكعبل. أنا ببص لنفسي، عملت إيه ما عملتش إيه، تقدمت في إيه ما تقدمتش في إيه، رسالتي اللي فاتت وصلت ولا ما وصلتش. روحي فيه عايشة بيه كل ليه كل ليه. كل جيل الصاعد يعني منا ومنا وحلمي والناس دي، يعني كل الناس دي تالنتد واشتغلوا على حالهم واشتغلوا على شغلهم. On the country أنا شايفة أن الجيل الجديد very very talented. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلي وقلبي يقول لي روح لأقول. بدي سمعك سمعك أغنية ثلاث دقات، خبرينا شوي عن الأغنية، كيف اجت الفكرة، فكرة الأغنية يعني؟ عندي واحد صاحبنا اسمه سيف وهو معانا بيشتغل في الإخراج وصاحبي جدا يعني، أنا أعرفه أعرف أهله يعني، هو بالنسبة لي عيلة يعني. فلقيت سيف في يوم جمعة بيكلمني بيقول لي يسرى مش عايزة تغني. قلت له يعني إيه أغني؟ أنا هطلع كده أغني لوحدي. قال لي أبو عايزك في غنوة. قلت له هو أبو مين؟ قال لي لا هو اسمه أبو. هو اسمه أبو. قلت له لا معرفش بقى اسمه أبو إزاي وبتاع. المهم من هنا لهنا قلت له أوكي يبعت لي الغنوة. فأنا قبل ما يقول كده يعني مش عايزة أكسف حد. المهم رحت شفت أبو، قلت له أنا عندي ساعة أو ساعتين معاك، أكتر من كده مفيش. رحت له وما عنديش عربية، تعال خدني. قال لي حاضر حاضر. هو ورامي سمير الكومبوزر يعني الموزع. مهم رحت قعدت في الاستوديو سمعت المزيكا، الله انبسطت. قلت له اكتب لي الكلام. قال لي ده كلام تامر حبيب. قلت له اكتب لي الكلام. فقلت لتامر انا بسجل غنوتك دلوقتي. قال لي ايه؟ قلت له ايوه I'm in love. وقعت في غرام الغنوة يعني عارف، وما حسبتهاش، ولو كنت حسبتها اكيد ما كنتش عملتها، بس انا ما حسبتهاش. واعتقد ان انا عشان ما حسبتهاش يعني النجاح ده حصل، طلعت بعفوية وبحب ومحبة وفيها حاجة ايجابية بحتة. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عشقك ده فيه تقال موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي